كل اللي عندنا الفريقين ما عندنا تعرف خصك تكون في الملعب تما والحراره خصك تبقى ما بيك اللعابه كلهم هذه الحسنيه ديال الشباب اللي واحد الجهد كبير في هذه المقابله. المقابله ما كانت سهله لا علينا لا على الحسنيه، والحسنيه سي ليكيب اون فورم ديال السي ديرني طون في الكاتيري ماتش دونك ما كانتش سهله. تهيئنا لها بشكل جيد، كانوا فرص تجيب لا سيما في البريمير ميتون، عندنا كانت فرصه تجيب واضحه ديال الحسنيه في البريمير ميتون. مي وفي لا دوزيام ميتون لي ترانزيسيون كنا كنمشيو لان كانت تسجلنا هدف، كانت الحسنيه مضطره انها تهجم وتخلي مساحه دورها اللي ما استغليناهمش جيد، لان كانوا لي كونتر اتاك اللي مشينا لهم مي لا ديمير باس دائما كانت كتدخلنا. مي ما يمكن ليا الا نهني اللاعبين على الروح القتاليه وعلى التنظيم ديالهم اللي كان في الملعب. كان شيء ما في لا دوزيام ميتون ليكيب ديال الحسنيه بدلو الخطا ولاو لاعبين ثلاثه ديال المدافعين قوا اون بروسيس دو باش يكيليبريو او نيفو دي ميلو تيران، باسكو حنا كنا خمسه في وسط التيران مورا ربعه خمسه واحد، دونك عاودنا حتى حنا تكيفنا مع الامور ورجعنا لان بروسيس دو باش نحبسوا دوك الخطوره اللي بدات الوقت اللي تبدل السيستم وفتنا فيها. مي للاسف تعطوا لينا الماسك اللي هو في الكوتي بوش ورجعنا عاوتاني الخطه الاولى كديفونسور، دونك سيتي بوكو بلوس مقابله ديال سترانج، كل واحد كيدير خطه الاخر كيقابل الخطه. ما يمكن لي ما نفوتش فرصه باش نهني عكادي لان ان ترافاي اكسترونتينير اللي دير مع الـ مع الـ مع الـ مع, الـ مع الفريق من حسن الدكادير. حسن الدكادير ولا كتضرب لها الف حساب لا داخل الميدان ولا خارج الميدان. كنظن ان حسن الدكادير عندها فرقه ديال المستقبل وغترجع للامجاد ديالها ان شاء الله.